يسأل سائل: لماذا خالق السماوات والأرض كما تزعمون، خالق البحار والجبال والأنهار، خالق الكواكب والنجوم والمجرات والإنسان والحيوان والنبات، يقسم بالخيل، هل هذا من المعقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. حينما يقسم البشر يؤكدون أقسامهم بإشهاد الله سبحانه وتعالى، ولكن القسم في القرآن الكريم من نوع آخر. القسم ليس للتعظيم، وإن كان بعض المفسرين ذهبوا إلى أن العاديات ضبحا هنا خيل المجاهدين، فلم يكن هناك جهاد حينما نزلت السورة في مكة المكرمة، لأن السورة مكية. فإذا السورة تقسم بمطلق الخيل، ولكن ليس أي خيل، الخيل العاديات، لتبرهن على جواب القسم أو لتدلنا على معنى موجود في جواب القسم. القسم الخيل، بل أوصاف الخيل، خمسة أوصاف للخيل جاءت على شكل مشاهد تكاد تكون مشاهد سينمائية مختلفة، مقابل صورة تكاد تكون بالأبيض والأسود للإنسان: إن الإنسان لربه لكنود. والعاديات ضبحا أقسم بالخيل العاديات، الخيل النشيطة التي تطيع صاحبها وتعدو في سبيله حتى تسمع صوت أنفاسها، ضبحا يعني صوت نفس اللهاث حينما تتعب. هذا مشهد رياضي. فالموريات قدحا مشهد ليلي، أي أقسم بالخيل التي تركض ليلا وتضرب بحوافرها الحجارة حتى ترى منها الشرر. فالمغيرات صبحا مشهد صباحي، أي أقسم بالخيل التي تعدو في الصباح وتذهب إلى الغارة مؤثرة ذلك على راحتها ونومها. فأثرن به نقعا، أقسم بالخيل التي تثير الغبار، تنفعل مع أمر صاحبها، تذهب إلى ما حيث يشاء من دون تردد. الوصف الأخير وصف التضحية، مشهد التضحية، تلقي بنفسها في أتون المعركة مضحية بنفسها في سبيل صاحبها. الآن نأتي إلى جواب القسم حتى نجد المقابلة الفظيعة. إن الإنسان لربه لكنود. إنسان في قمة النشاط، في قمة العقل، عنده تجارات، عنده مشاريع، يركض ليلا ونهارا في دنيا، ولكن هذا الإنسان نفسه لربه لكنود. غاية الكسل، غاية الجحود، غاية النكران. أرأيتم إلى التقابل الكبير جدا كيف أن الخيل تعطي لصاحبها الطاعة والولاء والوفاء، مقابل الإنسان الذي لا يعطي لربه مجرد الاعتراف، فهو في غاية الكسل وفي غاية الكنود والجحود مع الأسف. لماذا يجحد الإنسان؟ الله تعالى يقول بعد ذلك: وإنه على ذلك لشهيد. حاله يشهد عليه، هو إنسان في قمة النشاط في دنياه، ولكنه لربه لكنود، لصلاته لكنود، لطاعته لكنود، لإحسانه إلى الناس لكنود، لإنفاقه للناس والزكاة، لدفع الزكاة كنود. ولكن وإنه لحب الخير لشديد، لحب المال وحب العمل للدنيا شديد ما شاء الله، ولكنه لربه لكنود. لماذا هذا الكنود؟ ما هو علاج هذا الإنسان؟ الله عز وجل وضع العلاج في آخر السورة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بعثر ما في القبور، أخرجت الأجساد، أنبتت مرة ثانية، وحصل ما في الصدور،
جمعت الأعمال، جمعت الأعمال، وفضحه الله بين الأشهاد. أنا أعطيتك زمناً للاختبار، ماذا قدمت لربك؟ أين صلاتك؟ أين صومك؟ أين عباداتك؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن الله تعالى مطلع عليك. وهكذا فإن السورة أعطتنا مشكلة لكثير من البشر، وهو جحوده لربه، وأعطانا العلاج لهذه المشكلة للجحود. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتفكر في آياته ويتدبر كتابه حتى نكون من الفائزين. Thank you.